النجرسكو. بصوا بقى دي احلى واسهل طريقة للنجرسكو، انا جربتها شكلها يجنن وطعمها خطير وحرفيا ما فيهاش غلطة. علشان نعمل البشاميل في حل على النار هتحطي معلقتين كبار سمنة وعليهم معلقتين ونص دقيق وتقلبيهم كويس قوي وتنزلي عليهم بلتر من اللبن وعليهم معلقة جبنة كريمي او مثلث جبنة، وهتحطي كمان معلقة مرقة وملح وفلفل وهتقلبي كويس، واول ما تبدأ تتقل هتنزلي بكبشتين من الشوربة لحد ما توصل للقوام اللي انتوا شايفينه ده، ولا خفيفة ولا تقيلة، وهتسيبيها تبرد وتبدأي بقى في الحشوة. معلقتين زيت تنزلي عليهم ببصلاية وسط وفلفلاية وجزراية، ولو عندك مشروم او فلفل الوان حطيه. هتقلبي كويس جدا لحد ما يبدأوا يتبلوا، هتحطي عليهم حوالي قطعتين او 3 قطع من صدور الفراخ المسلوقة المتقطعة وملح وفلفل وبابريكا وتوم، وهتقلبيهم على النار لمدة 5 دقايق وبعدين تطفي وتبدأي بقى تكوني طبقات النجرسكو. انا استخدمت مكرونة سباكيتي، لو انت عايزة تستخدمي اي نوع مكرونة مفيش مشكلة. هتجيبي صينية مدهونة زيت، هتحطي عليها بشاميل كمية تكون كويسة يعني مش خفيفة، وعليها نص كمية المكرونة، وبعدين بشاميل تاني، وبعدين الحشوة. انا هنا زودت زيتون لو انت مش حابة مفيش مشكلة خالص، وبعدين هتحطي جبنة موتزاريلا او ميكس جبن وفوقيهم بشاميل، وبعدين هتحطي اخر طبقة من المكرونة وفوقيها بشاميل وفوقيها ميكس جبن، وفي الفرن بقى لمدة نص ساعة، وبعدها هتدوقي احلى وأطعم نجرسكو هتتحدي بيها اي حد. لو عجبكم الفيديو متنسوش تعملوا فولو لايك.